إلا عند العرب، لأن النفط وقف حاجزا ومعيقا لهذا التحول، وسببا رئيسيا لهذا هو قدرة النفط على تحرير الحكام من محاسبة المحكوم. عكست العلاقة في بعض دول الخليج، يعتمد المحكوم على الحكام وعلى سخائهم، يعني إذا ما فتح الخرج ما بيأكلوا. فهذه جزء لا يتجزأ من هذه الإشكالية، كما أنها أعطت قدرات هائلة للحكام، استعملوها في إشادة أنظمة هائلة من المخابرات ومن الأمن، الذي أقعد ولجم قدرة المواطن على المشاركة السياسية الواسعة، وإن لم يلجم فقد شرية. هنالك ما يسمى authoritarian bargain، أنه الدولة تقدم، الحكام يقدمون للمواطنين معونات وخدمات مقابل أن يقبل المواطن بها عوضا عن مشاركته السياسية. فدمعنا ثمنا كبيرا بإقعاد وقصور العمل السياسي. هم يقدمون المساعدات والمعاونات شرط أن يتحرك المواطن وأن يأخذ دوره كمواطن يحاسب. وطد الدعائم الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد الإنتاجي، لا تنمية بدون إنتاج، وأي قعود وأي لجم للقواعد الإنتاجية هو بسبب أو آخر معطل للتنمية بكل معنيها. وجاء هذا بسبب 4 أو 5 عوامل. ارتفعت أيضا في مناطق الخليج وحتى في الدول العربية غير مصدرة النفط أسعار تحولات وتحويل عملاتها إلى العملات الأجنبية، مما ضرب التصدير وسهل عملية الاستيراد. يا أخي، في صفة غالبة بالمنطقة، we have the dubious distinction، في عنا صفة غالبة بالمنطقة، المنطقة العربية معدل استيراد للفرد هو أعلى معدل في العالم. يعني لا يمكنك بهذا الاستيراد المفتوح والمكشوف أن تقيم قواعد إنتاجية، لأنه ليس بقدرتك، خاصة الاقتصاديات اليانعة غير الناضجة، أن تنافس اقتصاديات ناضجة عبر هذا الانكشاف الكبير على الاستيراد. كما أنها فصمت العلاقة بين الجهد والمردود. هنالك إشكالية هائلة أن دخول الإخوان والمواطنين تقدر بقربهم من السلطان أكثر ما هي من إنتاجيتهم. فصمت العلاقة بين ما يمكن أن يحصل عليه الفرد وما يقدمه في culture entitlement. يعني أنا كنت روح على الخليج، اللي بيعملوا بكندا بيوم بيخدني 10 أيام بالمنطقة، لأنه الإخوان بيسجلوا أسماءهم بيروحوا ما بيقعدوا بينه. يعني يعتبرون أن حقا من أحقياتهم مدخول عال وباهظ دون أن يقدموا أي إنتاجية أو مردود معه. فصمت العلاقة بين الاستهلاك وبين الدخل. هنالك استهلاك تفاخري عال جدا، مبذر، استفزازي. يعني ما في just conspicuous consumption، there is provocative consumption، استفزازي مسرف. ولم يقتصر هذا على الاستهلاك، بل تعداه إلى الاستثمار. هناك استثمار تظاهري تفاخري في المنطقة، هناك مطارات تبعد الواحدة عن الأخرى ما يمكنك أن تمشي بينهم، بقولوا سيجارة بين اثنين. المنافسة الكبرى اليوم في الخليج، من يبني أعلى برج؟ إذا بنينا برج بأبو ظبي 1000 متر، لازم نحن نبنيه بالسعودية 1100. ما يقدم، ما تقدم هذه الأبراج للإنتاج وللقدرة الإنتاجية وللتقدم والفلاح.
هناك تضخم في البيروقراطية لأن العملية هي أكثر منها محاولة إقعاد أو إقصاء العمل السياسي. فتقدم الدولة بسخاء كبير وظائف دون أن يكون لهذه الوظائف أي مردود إنتاجي. اعتماد مفرط على العمالة الخارجية وتقاعس العمالة الوطنية وتفضيل الأجنبي على العربي. بدل أن يكون النفط مفعلا للتعاون العربي والعمل المشترك جاء على حسابه. اليوم هناك من يقول ليس هناك خليج فارسي أو خليج عربي، إنه بالحقيقة إما خليج هندي أما خليج أمريكي، لأنه ليس هناك أي تفضيل للعمالة العربية على العمالة الأجنبية. أصبح السعي إلى الربح والريع والانحراف عن الوظائف الإنتاجية سمة غالبة. يعني جزء لا يتجزأ من إشكالية رنت سيكينج اللي قامت به هيلين كروجر، إنه غيرت نظام الحوافز. ليس هناك حافز لأي عمل إنتاجي. كل ما تريد أن يكون لك نصيب من هذا الريع، أن تشترك به بوصوليتين أو بأي طريقة، لكن هنالك فصل للعلاقة بين الدخل والإنتاج، وهذا لا يمكن أن يقوم أي اقتصاد متطور أو أي تنمية فعلية عندما تفصم العلاقة بين المدخول والإنتاج. عرضت المصالح العربية للإملاءات الأجنبية ولم تعطي مدرءا. كان بإمكان العرب، أنا في مقولي سببي أن الثروة يتبعها نفوذ، أما الثروة العربية فلا نفوذ لها. هناك هشاشة هائلة للاقتصادات العربية. لماذا العرب بهذه الثروة وبهذا الضعف؟ إذا كان النفط بهذه الندرة، لماذا العرب بهذا الضعف؟ العلاقة السببية بين الثروة والنفوذ والقوة فصمت في المنطقة العربية لأن الإملاءات الخارجية قصفت وفصمت هذه العلاقة. كان بالإمكان استعمال النفط كسلاح قومي انترناسيوني للدفاع عن الحقوق العربية وإحقاق العدالة العربية، إنما جاء على حسابها. خلقت أجواء تنافسية وشجعت العمل القطري وفضلت القطرة على القومي. يعني كان كل واحد بده يحمي ثروته، وقعد أربوا العرب جيبوا أجانب يمكن ما بيطالبوا، العرب يفتكر له حقوق هون. يعني بدل أن يكون النفط عاملا أساسيا لتفعيل العمل العربي المشترك وتوزيع الثروة العربية بعدالة، جاء على حسابه. خلقت علاقة متطورة متشعبة أولوية بين المصدرين العرب والمستوردين الأجانب. يعني بدل ما تعمل علاقات عربية عربية، عملت علاقات عربية أجنبية. لم تحصر أو تنحصر هذه التشوهات في الدول العربية المصدرة للنفط، بل تعدتها إلى الدول العربية غير المصدرة للنفط كما قلت، بحيث أصبحت نفطية بدون نفط. الريع من الاستثمار في الأبنية في الأردن جعل الأردن اقتصاد ريعي. الأردني بيروح بيشتغل، يمكن الفلسطيني كمان أو اللبناني بالخليج، بيجمع شوية مصاري بيرجع بيبني من البناية بيعيش من أجار البناية. هيدا اقتصاد ريعي. كل هذه الأبنية الجميلة التي رأيتها هنا ورأيتها في عمان وفي بعض المناطق أخرى تدفن في التراب بدون أي مقابل إنتاجي، وهذا تشديد وتفعيل ونقل للاقتصاد الريعي من أقطار النفطية إلى أقطار غير النفطية. العمالة المصرية، ودكتور محمود الخفيف هنا بإمكاني أن يخالفني الرأي، أخذت أطباعاً وأنماطاً من الاستهلاك تعلمتها في الخليج ونقلتها إلى مصر دون أن يكون هناك قاعدة تشجعها أو تساندها على هذا. هناك تغييب للقرار العربي،
كما أن هناك نقل واضح، نقل واضح لمراكز النفوذ والقرار والقيادة من بغداد ودمشق والقاهرة إلى الرياض والدوحة وأبو ظبي، وهي أكثر تبعية ورجعية وانتقال إلى الوراء ليس إلى الأمام. خلق النفط جملة من المقولات والمقاربات الخاطئة، أصبح تكاثر المال على حساب بناء رأس المال. هيدي الكلمة مش إلي، هي للدكتور يوسف، يعني أخذت منه أشياء كتير وما قلت له، بس هذه نقطة من أهم النقاط التي ذكرها الدكتور يوسف، وأنا أحترمها وأعتبرها من جملة الأسس والأساسية لمعوقة لعملية التنمية ومعوقاتها. المال يشتري التنمية. يا أخي ليش نحن بدنا نشتغل؟ خلينا الكفار بيريحونا. يعني عملية أن يكون هنالك قبول أن التنمية واتقانا بالإمكان شراءهم بالمال، وليس هناك أي علاقة بيننا وبين تطوير اقتباس، تطوير تجهيز توطين لهذه التقنية. هي عملية شرائية سطحية لا أكثر ولا أقل. هناك إقصاء للقطاع الخاص. القطاع الخاص في معظم الدول العربية كروني كابيتاليزم، ما عرفت كيف بدي ترجمها هذه، يعني اقتصادات تابعة. يعني تأملوا في مصر، قطاع المتقرب إلى السلطة، أوكي، كروني برايفت سيكتور، يشكل 60% من مجموع الريفينيو، يعني الريع، 90% من الربح، ولا يقدم سوى 6% من العمالة. يعني إذا كان بإمكاننا أن نخلق الوظائف، فعادة والمعروف والمتعارف عليه بين الاقتصاديين أن القطاع الخاص، خاصة الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة، هي القادرة وهي الأكثر كفاءة، وهي في الحقيقة ما يخلق الوظائف. نحن كل هذه القطاعات الوسطى والصغيرة مرتهنة لأصحاب السلطة، ولا تقدم جزءا كاملا أو كافيا من العمالة. آخراً لا أخيراً، غير النفط منظومة القيم في المنطقة، وهذا هو برأيي من أخطر ما تجلت به النفط، وهو من أحد الأسباب الأساسية لقصور التنمية هنا. أصبحت في منطقتنا قيمة الإنسان بالفيلا التي يملكها، بالبيت الكبير الذي يملكه، بعدد السيارات التي بإمكاني أشتريها، الطائرة الخاصة التي يطير بها، وغابت عنا علاقة الإنتاج وعلاقة احترام الإنسان بما يقدمه، وعلاقته بأخلاقه، وعلاقته بإنسانيته، وعلاقته بالتزامه بخدمة الجميع والمجتمع. هذا التغيير جزء لا يتجزأ عن إشكالية التنمية، وأنا أعلقها على النفط وعلى النوريش التي خلق في هذه المنطقة من هؤلاء القطة الثمينة الجديدة التي تدخلت علينا. قد يجوز أن تعتبروا أني إذا ما قلت بالنفط أنه الجزء الأساسي أنني نسيت الاحتلال ونسيت الاضطهاد، لكني أعتبر أن الاحتلال والاضطهاد كما قلت لكم جزء لا يتجزأ من قضية طمع الآخرين. يعني ما بخبركم شيء جديد، تشومسكي بيقول، نعوم تشومسكي العالم الكبير، أن الأمريكيون يتعاملون مع العرب أنهم نواطير على نفطهم، ولم يبتكرها تشومسكي فقد قالها كيسنجر. العرب قاعدين على نفطنا. يعني جورج بوش عدة مرات من بالحرب الخليج كان يحكي American Oil،
حيوان. ما هي النقطة الأساسية أقولها مرة ثانية، لو أنتج العرب البطاطا ما كان هناك ما في برنس أدوارد آيلاند السيف. لما كان هناك احتلال ولأرضهم ولا إملاءات عليهم، لكن بالرغم من هذا كله فإن الاحتلال مهما كانت تبريراته يبقى عاملا أساسيا في عرقلة التنمية العربية ولجبها وتشويهها. فلا تنمية بدون استقلال. يمثل الاحتلال عبر غير المشروع للأراضي العربية أحد أكبر العقبات استشراء كمهدد ومعرقل ومشوه لمسيرة التنمية العربية والتقدم في المنطقة زمنيا، حيث أنه لا يزال قائما ومستمرا لعدة عقود، وتنمويا حيث أنه يؤثر مباشرة على جميع جوانب التنمية بكل أشكالها، ويؤثر على أمن الناس وطمأنينتهم، وتتعدى التكلفة الإنسانية للاحتلال إزهاق الكثير من الأرواح وفقدان الأرزاق. فإذا كانت التنمية عملية توسيع خيارات الإنسان، وإذا كانت تعني أن المواطنين يمكنهم تقرير مصيرهم، وإذا كانت تعني التمتع الكامل بالحقوق الإنسانية، فإنه يمكن القول أن ما من أمر يقضي على تلك الرؤية النبيلة للتنمية أكثر من إخضاع الناس للاحتلال الأجنبي والوصاية والإملاءات الأجنبية. فالاحتلال يعوق قدرة الناس على النمو، فمياههم مصادرة، أراضيهم مسلوبة، حريتهم محدودة، قدرتهم على إدارة اقتصاداتهم مشلولة. وتشكل هذه القيود مجتمعة أو منفردة انتهاكا لقدرتهم على بناء دولتهم المستقلة.